السلام عليكم، انا محمد صلاح. ان شاء الله في الفيديو ده هشرح الاستراكت في السي بلس بلس. قبل ما ابدا بس حابب اقول حاجه، الفيدباك بتاعكم يا جماعه مهم، يعني الفيدباك بتاعكم هو اللي هيخلينا نعرف نكمل وهيخلي المستوى الفيديو الجاي تبقى احسن ان شاء الله. فلو سمحت، لو عندك اي فيدباك، عندك مشكله في حاجه معينه في الفيديو ده او اي فيديو تاني، كومنت بيها على اليوتيوب او ابعت لي مسج على فيسبوك، اللينك بتاعي في الديسكريبشن. ولو عندك أسئلة في أي حاجة برضو كومنت بيها أو ابعتلي برضو على الفيسبوك. طيب يلا نبدأ. الاستراكت، الاستراكت هو جروب دي ليست من الفاريبلز تحت اسم واحد، بالظبط كأني معايا باكج. الباكج دي فيها شوية فاريبلز بأنواع مختلفة، يعني كده الاستراكت هو كوليكشن اوف داتا اوف ديفرنت تايبس، مجموعة داتا من أنواع مختلفة موجودة في باكج واحد. الاستراكت بيسهل عليك في الكود، يخلي الكود منظم اكتر. خلينا نقول مثال ونشوف هل فعلا الاستراكت بيسهل الكود وبينظمه ولا لا. لو قلت لك عايز اخزن بيانات 10 طلاب، كل طالب ليه اي دي ونيم وجريدز بتاعته في 6 مواد. طيب لو انا معرفش الاستراكت هبدا افكر في حاجه شبه كده. انا محتاج لكل ستودنت اي دي ونيم وجريدز بتاعته، فهعمل 10 values id 1 و 2 و 3 لحد id 10، وهعمل array of character لكل student عشان name size بتاعه 50، عشان ان اكبر عدد من الحروف في الاسم تبقى 50، فيبقى name 1 و name 2 لحد 10. والجريد بتاعتي كل student ليه 6 grade، فكل student ليه array of 6 الجريدز، يبقى grade 1 و grade 2 لحد grade 10. دي الطريقة من غير struct. نخلي بالنا بقى ان احنا اللي كاتبين الكود، فاحنا فاهمين ان اي دي 1 ونيم 1 وجريد 1 ده بيعبر عن بيانات الستودنت الاول، واي دي 2 ونيم 2 وجريد 2 دول بيعبروا عن الستودنت الثاني، وهكذا. فلو حد جه يقرا كود مش شرط ان هو يعرف ان اي دي 1 ونيم 1 وجريد 1 ده يقصد نص ده احنا بيه الستودنت الاول. فالكود مش منظم، اي حد هيقراه مش هيبقى واضح بالنسبه له قوي، غير ان هو طويل على الفاضي. فيعني احنا كان ممكن نعمل نستخدم struct، هيبقى اسهل بكتير. طيب ازاي نستخدم struct؟ بطلع فوق قبل المين وبكتب كلمه struct، وبسمي struct، هسمي مثلا هنا student، وافتح القوسين دول واحط سيمي كولون، واسال نفس السؤال ايه البيانات اللي محتاج اخزنها لكل student، وابدا اعرفها جوه الstruct ده. في الحاله دي عندي 3 حاجات، عندي id وعندي نيم وعندي grades. فهعرف int id بتاع الـ id بتاع الـ student، والنيم اقدر اعمله string او array of characters. انا هنا في الكيس دي هعمله array of characters، اقول name of 50 ده سايز الـ array، اللي هو مثلا اطول نيم ممكن يبقى موجود. والجريز بتاعتي 6 درجات، 6 مواد، اقدر اعمل 6 variable او اعمل array و 6. اعمل هنا array اسمه grades of 6 درجات 6 مواد. انا كده عملت الاستراكت بتاعي. طيب تعالوا نفتكر حاجة، لما كنت بعمل int x في المين كان ايه اللي بيحصل؟ كان بيروح للميموري يحجز مكان يسميه x ويحجز له size، السايز بتاعه على حسب الداتا تايب بتاعتي. هنا ده السايز بتاعتي انتجر، فكان بيحجز مكان مساحته 4 بايت. ازاي اعرف اصلا السايز بتاع الفاريبل اللي انا حجزته؟ ببساطه ممكن اعمل سي اوت سايز اوف اكس، فكده هيجيب لي السايز بتاع الانتجر اللي هو السايز بتاع الاكس، يعني عشان نوعه انتجر. نجرب، قال 4 بايت. طب لو كان الاكس ده كاركتر، المفروض الكاركتر بيحجز 1 بايت بس، المفروض الاوت يبقى 1. تمام، حلو قوي. دلوقتي لما انا عملت الاستراكت بتاعي اللي اسمه student جواه اي دي وجواه نيم وجواه grades، تعالوا كده نشوف المفروض يبقى ايه الميموري المحجوزه. الانتجر مساحته 4 بايت، ده array of character كل مكان بايت واحده، هما 50 يبقى 50. والجريدز بتاعتي عباره عن array of integer، كل مكان ليه 4 بايت وهم 6، يبقى كلهم 4 في 6 24. فالمفروض ان كلهم 50 و24 يبقى 74 و4 78. فالمفروض
ان الستودنت الواحد هياخد 78 بايت. حلو، بس هل لما انا عملت الاستراكت بتاعي اللي اسمه ستودنت هل حجز مكان في الميموري؟ الاجابه لا. ليه؟ اول ما بعمل اي استراكت انا بس بقول له ده شكل الاستراكت بتاعي، هنا شكل الستودنت عامل ازاي، شكله ايه جوه اي دي وجوه نيم وجوه جريدز، البيانات بتاعته عامله ازاي، لكن انا لسه ما حجزتش اي ميموري. امتى هيبدا يحجز ميموري؟ اول ما انزل في المين وابدا اعرف فاريبل من الستودنت، بيسمي الفاريبل ده اوبجكت. لما اجي اعمل فاريبل من اي استراكت بيسميه اوبجكت. تعالوا نجرب نعمل فاريبل. عشان اعمل فاريبل من الستودنت بيسميه اوبجكت، بكتب اسم الاستراكت هنا ستودنت، يبقى تحت ستودنت واسميه مثلا اي اسم، اسميه مثلا اس 1 زي زمان لما كنت بقول انت اكس ده فاريبل من نوع اكس، دلوقتي بقى عندي فاريبل تاني اس 1 من نوع ستودنت. يعني بالظبط اول ما عملت استراكت كاني عملت داتا تايب جديد خاص بيا انا اسمه ستودنت. انا عارف طبعا ان كل ستودنت عنده ثلاث حاجات، عنده اي دي وعنده نيم وعنده جريدز، فاقدر اتعامل معاه على اساس ده ان كل ستودنت عنده ثلاث حاجات دول. ازاي اكسس الاي دي لوحده والنيم لوحده والجريدز لوحدها؟ ببساطه بقول مثلا اس 1 دوت بيظهر لي كل الحاجات الخاصه بتاعت الستودنت. فممكن مثلا اقول اي دي ايكوال مثلا كده اي رقم. اقدر كمان اخلي اليوزر يتعامل مع البيانات، اقول له مثلا سي ان الاس 1 دوت نيم. اقدر اتعامل مع الجريدز، الجريدز عندي اري فلازم اعمل لوب عشان تمشي على كل جريد من 0 لحد اصغر من 6، وهقول سي ان ازاي بقى اس 1 اسم الستودنت دوت جريدز، جريدز دي عباره عن اري فاقول جريدز اوف اي ده سي ان. وممكن اعمل مثلا اجرب اعمل لهم سي اوت عشان نشوفهم بعد ما نعمل سي ان، اقول مثلا سي اوت الاس 1 دوت نيم انزل سطر، ومثلا سي اوت الاس 1 دوت جريدز بينهم سبيس. كده المفروض الانبوت هيبقى ايه؟ هيقرا اسم الستودنت بعد كده الجريدز بتاعته وبعد كده يطبع اسم الستودنت والجريدز بتاعته. فمثلا لو كان محمد كده 6 درجات تمام. اقدر كمان اعرف اكتر من ستودنت، هيبقى اس 2 اس 3 كل ستودنت من دول ليه البيانات الخاصه بتاعته. طيب لو انا عملت حاجه شبه كده، لو قلت سي اوت اس 1 دوت جريدز متوقعين الاوت، تعال نشوف ايه ده. هو جريدز ده اصلا ايه؟ جريدز ده array of integer موجود في الاستراكت بتاع student. لما اعمل سي اوت لاسم array بيطبع الادرس بتاع الاري. ايه الادرس بتاع الاري ده؟ الادرس بتاع الاري ده رقم زي ما شفتوا، رقم هيكس ديسيمال، ده اول مكان محجوز في الاري اهو، رقم هيكس ديسيمال. تمام. ممكن اعرف اوبجكت من الاستراكت بالطريقه دي، اقول اس 1 واس 2 مثلا، باجي بعد القوسين بكتب اسم الستودنت الاول او الستودنت الثاني، بكتب الفاليوز اللي عايز اعرفها بينهم كوماز وفي الاخر السيمي كود. انا كده عرفت 2 ستودنت. طالما عرفتهم قبل المين بقوا جلوبال. يعني ايه جلوبال؟ يعني اي ممبر فيهم الانتجر ده والكاركتر ده والجريس ده بيبقى فيه نال، النال بتاع الانتجر هو زيرو، يعني الاي دي بتاع الستودنت الاول والثاني دلوقتي بقى زيرو، والجريدز كلها بقت صفار، والنيمز كلها بقت سترينجز فاضيه او اسماء فاضيه. فممكن اقول مثلا سي اوت اس 1 دوت اي دي نشوفه عامل ازاي، هيطلع زيرو. على العكس مثلا لو كنت معرف هنا ستودنت اس 3 وقلت سي اوت الاس 3 دوت اي دي، الاي دي بتاعه مش هيبقى زيرو، هيبقى جاربج. ليه؟ لان هو متعرف جوه المين فبيسميه لوكال فاريبل، ده جلوبال. اقدر كمان اعمل انيشاليز للداتا بتاعت الستودنت بالطريقه دي، اعرف ستودنت اسمه اس 1 اقول ايكوال وافتح القوسين دول. الاس 1 ده محتاج اي دي ومحتاج نيم ومحتاج جريدز، فاديله الاي دي مثلا كده كوما النيم مثلا كده
والجريدز دي عبارة عن array of 6، فعشان هي array فهعمل قوسين بتوع الarray واكتب 6 درجات بينهم كومس بالشكل ده واحط سيمي كولون. اقدر اقول مثلا cout s1.id المفروض يطبع كام؟ الـ ID هنا 2013. تمام، نفس الكلام لو قلت cout s1.name، واقدر كمان اتعامل مع grids اقول cout s1. ما ينفعش اقول grids بس لان ده array، فاقول grids of 0 او 1 او اي رقم او اي index 5، الـ ID 2013 والنيم محمد والجريدز اوف 0 ب 10، دي أول درجة أهي. تمام، لو عندي student S1 بالطريقة بالمنظر ده والـ ID بتاعه كده، ما ينفعش أقول سي أوت S1، مفيش حاجة اسمها S1. إيه S1 ده؟ هو student أه، بس عايز تطبع إيه في الـ student؟ عايز الـ ID ولا النيم ولا الجريدز؟ فمفيش حاجة اسمها سي أوت S1، ده غلط، الناس بتلخبط كتير. هل اقدر اعمل اكتر من struct؟ اه عادي جدا، ممكن اعمل struct تاني مثلا هنا اسميه مثلا teacher، ومثلا في id برضو، وبرضو عنده name هعمل هنا string تغيير، وعنده address كمان يبقى name و address، ال address ده string بس. فانا كده عندي 2 struct، student وعنده id وname وgrades، وعندي teacher في id وname وadress. اقدر تحت عملت student s1، اقدر كمان اعمل teacher واسميه مثلا t1، ممكن اعمل student تاني اقول مثلا student الاولاني dot id بيساوي مثلا 2013 مثلا. ممكن اقول بقى ان ال s2 equal s1، يعني الستودنت الاولاني حط كل بياناته في الستودنت التاني، ده معناه ان الستودنت التاني بقى الاي دي بتاعه دلوقتي برضو 2013. هنشوف. تمام، طيب هل ينفع اقول مثلا ان t1 equal s1، يعني حط لي بيانات الستودنت الاولاني في التيتشر الاولاني؟ هل ده منطقي؟ لا ده ما ينفعش، ده ايرور، ما ينفعش احط هما الحاجتين مش نفس التايب، فده ايرور. باقي اخر حاجة وهي السايز بتاع الستودنت. لما انا دلوقتي عرفت في المين الستودنت S1، المفروض ان هو راح حاجة في الميموري مكان مساحته بالسايز بتاع الستودنت. احنا هنا لما حسبناها كانت 50 و24 و4، كانت 78. المفروض ان السايز بتاع S1 يكون 78 زي ما احنا متخيلين. اتفقنا نحسب سايز ازاي؟ بقول سي اوت سايز اوف S1 ونجرب، طلع 80. ليه 80؟ في 2 بايت زيادة لحاجة اسمها بادنج. اللي مهتم اوي بتفاصيل البادنج وازاي بحسب البادنج وبتحصل امتى وكده يقدر يسيرش عليها، هسيب لينك كمان تحت الفيديو. يا رب تكونوا استفدتوا، شكرا، سلام عليكم.